فيه. طيب حقيقة. تعالوا نروح بقى نشوف رأي الناس في الشارع، يلا بينا ايه نقط ضعفهم، ممكن نكتشف نقط ضعف جديدة. جديدة ما كناش دايما جبنا الشارع فيها. بيوريني حاجات مثلا جديدة. مثلا تعالوا نروح نشوف رأي الناس في الشارع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. انا اقول لك انا نقطة ضعف ايه؟ الفسيخ، بحب الفسيخ قوي. ما بحبش ان انا ابقى وحيدة، يعني الاكل والسفر، يعني الاثنين ما اقدرش استغنى عن نومي. المجات هي نقطه ضعف غريبه، بس هي المجات. ده بتذيب؟ لا بكرهها، بخاف منها قوي. يعني لو شفته اصلا بتوتر. يعني بحب اشتري كتب وسينابون، لو بعمل دايت ممكن ابوظ عشان السينابون. بس تقريبا النوم والكسل الشديد. مكرونه بالبشاميل. ممكن اعترف بيها الاشخاص انا واثقه فيهم، لكن مش لاي حد يعني. اه الناس اللي هي القريبه مني يعني، بس غير كده لا اكيد. ما بحبش احد يعرف قوي يعني، مش كل الناس، القريبين بس. اه احيانا بعترف بيها، عارفه كده لما بقعد مع نفسي بالليل لازم جلد زيت كده واجه نفسي كتير. لا هي وجودها طبيعي ما دام انت يعني، هي ما انوجدت بشكل مكتسب، فهي موجوده بشكل طبيعي فتتعايشي معها عادي. بحبها عادي، بحس ان دي حاجه لازم اتقبلها في شخصيتي يعني. لا عادي، بحسها حاجه عاديه يعني، مش هداريها. ده بتذيب؟ لا ما حاولتش خالص. لا ايه، لا بحس كل شويه لا بكرهها اكتر. طبيعي انك يبقى عندي نقطه ضعف، فبشوفها حاجه كويسه يعني. مش عيب ان انت تبقى عندك نقطه ضعف او ايا كانت هي ايه. نسيان بحاول، هو شغال اهو، في حاجات دلوقتي بقيت افتكر الحمد لله. طبعا لازم نحل، لان احنا لو ما حليناش هنقع في مصايب كبيره. ممكن لو عندي فوبيا من حاجه بيستغلوها. لا هو انا عامه ما بردش لحد حاجه، بس لو بحط خط احمر يعني، يا اما لو انا عارفه نقطه ضعف وهستغلها، يا اما هبعد عنه. لا عادي، بطنش صاحب صاحبك على عيبه يعني. لو حد قريب ليا هقول له يعني، هعاتب، لكن لو مش قريب فلا خلاص. لا هبعد عنه يعني، مش هاذي نفسي وابعد عنه على طول. هو لو حد قريب مني انا ممكن ابعد عن الشخص ده واواجهه وابعد عنه لانه بيأذيني. بدل ما اقطع معاه الاول هكلمه اقول له ما ينفعش كده بتاع، فضل يكمل على الحوار ده. لا اقطع معاه خالص بقى، بزعله هنفخه بالمصري. هبعد عنه وبس، واروح كمل اكل. عشان هو اهم.